يعني هيك بدك تتركيني؟ على مين دينك أنا هلا؟ ماني تركتك، منضل على اتصال بين بعض، دبي أبداً منا بعيدة، يا أنت بتجي لعندي يا أنا بروح لعندك. ما بعرف هالنادي كيف بده يمشي من بعدي. ليه هالقد عطلاني هم؟ أكيد حيمشي، ليكي غادي كثير مبسوطين فيه تلاميذ. رح أشتاق لك كثير. وأنا كمان حأشتاق لك. مساء الخير. مساء الخير. رجعي ضبي كل شيء محله. ضبي الثياب بالغزينة وضبي الشنطة. ليه؟ عامر الباشا عرض علي تنفيذ مشروع كثير كبير على البحر. أنا وافقت. طب فينا نحكي شوي؟ شو بدنا نحكي فرح؟ العادة اللي قدمني يا عامر بنرفض، وإذا بتركه بكون مجنون. إيه بس القصة ما قصة مصاري بس. أنا ما عم بحكي عن المصاري. أنا عبود إنه هون بيتي وناسي ومطرح مربيتي ومبسوط بشغلي. مش بدي أتركه ويمشي. كرمالنا. كرمالنا أنا وياك ما بكفي. هون أو هونيك مثل بعضها. لما بدها تضبط الأمور بتزبط، مكان ما له دخل. طب خلينا هلا إنه نسافر، نخلي السفرة مثل ما هي. منروح نعتبرها إجازة وعلى أساسها منقرر. توقيع العقد بعد كم يوم. أنا اعتزلت من جامعة دبي وعطيته كل مئة عامر، ما بقى فيه أترك. يلا سلام. فرح كيفك؟ بدي اشوفك، بدي احكيك بموضوع ضروري. طيب ماشي، بشوفك بعد ساعة بالبيت. لا، حيالله محل إلا هيدا البيت. شوفك وين ما بدك. ليه عملت هيك؟ سامي مهندس كتير منيح. أنا عم بعمل شيء لمصلحته ومصلحة شغلي. فرح ما فيني أتركك تبعدي عني. ما بقدر. أنت شو؟ عم تروح علي الفرصة الوحيدة اللي بقيت لي تقدر انسى كل شيء اللي صار بيناتنا، كل شيء اللي انت عملته فيي. ليش؟ ليش؟ حرام عليك. لك اتركني اعيش بقى، اتركني اعرف اعيش. يا ريت فيني اتركك تعيشي. يا ريت. ما فيني. حيوان لانك انيني واحد وحش وحش. نحن خلصنا خلصنا. فهم علي؟ بتعرف شو يعني خلصنا؟ يعني ما رح ترجع تشوف صورة وجهي بحياتك. المهم تضلي قريبة مني، صدقني مو مهم. خير مرة. اترجيك إذا بتحبني يا عامر. إذا بتحبني قل له أي شيء لسامي. قل له إنه لغى المشروع، ما بعرف، قل له أي شيء. بترجي. ما فيني. ما فيني.
فيني وما في تروحي لمحل. انت شكلك عم تنسي كل شيء قلت لك اياه. تذكري اني عم بعمل كل شيء لمصلحتك كرمالك. جربي تصدقيني لاني بحبك. العمى شو في؟ بتتذكر من زمان في واحد مجنون فات على الصيدلية وصار يسرق المهدئات والمصاري وضرب وقتها للصيدلي كمان ما رجعوا لقطوه، تذكرته؟ لا ما تذكرته. شو صار لقطوه؟ لا بعد ما لقطوه بس الهيئة هالمرة عامل مشكل جديد بمحل تليفونات، العالم خوتاني جاني. إنه ما عم بفهم يعني، عن جد ما عم بفهم لإمتى ما نضلنا عايشين بهالفلتين الأمنة. إنه أكيد عم يعملوا جهدهم. إنه أنت هيك دغري أخذتها شخصية يعني؟ بعرف عم يعملوا جهدهم أكيد، بس العالم ما بتعرف. العالم جاني. بس تعرف شغلة؟ عم بنتبه من الكومنتات إنه الهيئة هو كتير مشهور بحارته. يعني في كومنتات مثل انه هيدا من زغرته مشكلجي، وفي شيء تاني هيدا مش اول مره بيعمل هالمشكل. في واحد اسمه عماد مختار كابوس مش رح نخلص منه. ابصر شو عمل دول هيدا كمان. شو قلتي؟ شو عماد مختار؟ اي اسمه. فرجيني اول فيديو. شو في؟ ألو كيفك سيدنا؟ هلا ظهرت من المحل. ما توفقنا والله، بس قلت له لصاحب المحل في حال بين معه شيء يحكيني دغري. اتصلت بندى تليفونها مسكر. ايه يلا هلا بيجي، بس عندي كم مشوار اعمله. ماشي ماشي. عفواً ما تهزيني. بتعرفي وين معقول تكون جارتك؟ ما بعرف شيء، صار له شهر غايبة عن البيت. شكراً ما تهزيني أزعجتك. مرحبا سيدنا. اهلا جد، شو في اخبار عن ندى؟ تفضل سيدنا. تأمرنا بشي تاني؟ لا شكرا. اخبار عن ندى ما عندي، في اخبار عن زوجها. عماد مختار فات على صيدليه وكسرها وكسر صاحبها بنفس وقت الجريمه. والمعنى؟
الصيدلية بعيدة تقريبا 10 دقايق عن مكان تنفيذ الجريمة. قلي لوين بدك توصل؟ سيدنا سامي مصاحب ندى. وندى مرت عماد مختار. عماد فات على الصيدلية كسرها بعد نص ساعة من تنفيذ الجريمة. أنا ما بعرف عنها شيء ومن زمان ما اتصلت فيها. أنت آخر مرة شفتها أو حكيت معها؟ آخر مرة شفتها لما كانت عندي بالبيت. لا رجعت شفتها مرة واحدة كانت بدها مني مصاري لأنه ابنها كان بده يفوت على المستشفى فساعدتها. عماد مختار أمتى آخر مرة حكي فيها معك؟ قلت لكم ما بعرفه، ما بعرف عنه شيء، ما بعرفه. وأكيد فوتوا على الصيدلية بهيدا الوقت كان صدفة. بعد بدكم مني شيء ولا في يمشي؟ فيك تروح. شكرا. ما كان لازم تخليه يروح. بأي تهمة بدي وقفه؟ لازم نلاقي عماد مختار وندى بحيالة طريقة. مرحبا. هاي. ماري شوف إذا عايز شيء. تفضل. شكرا. شو الدفن بكرة؟ ايه الظهر. عمومتي وولاد عمومتي كلهم جايين على المستشفى، إذا ميت سيدة مش حكيتهم، كتر خيرهم. يمكن مش بوقته هذا السؤال بس كأنه علاقاتكم ببعضكم بهالعائلة ما كتير ظابطة؟ عائلته للبابا ما كانوا يحبوها لماما الله يرحمها. بابا تعرف على الماما وحبها وطلق أمه لفؤاد. وتجوزوا هو والماما ومن وقتها فاتحين عائلة فؤاد حرب علينا. بالإذن بس لازم أخذ المكالمة. ألو. إيه سمر. بالمكتب عم بشتغل. لا ما تنطريني. طول. نام أنت. يلا باي. باي. بعتذر. ولا يهمك. بدك تشرب قهوة؟ بشرب قهوة. جوعان بدك ساندويش بدك شي؟ ممنونك. شباب في شي؟ هذا عم يصير معي كثير على عمر واحد. عبالي اعيش مثل اي بني ادم طبيعي. سامي انت اكيد انه ما بتعرف جوزها لهي البنت؟ شو السؤال عم تسالني؟ اكيد ما بعرفه وما قالي شغل معه. أنا هديك الساعة اللي نزلني هالمستوى وخليني أتورط مع عالم ما لي فيها. شو هالصدفة؟ هي بس صدفة. هي صدفة بنت كلب. والأضرب من هيك ندى بعد ما لقيوها. بس أنا مستغربة أنت كيف بتقدر تقرب على بنت شارع؟ هذا مو سلوكك ومو أنت. لا لا أنا ما مش أنا. ابدا مش انا، ما بعرف انا وين كنت وشو عم فكر وليش صرفت هيك، ما بعرف. مرحبا. اهلا طلال، كيفك؟ سامي كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. هاي لينا. اهلين طلال. انا بدي امشي عندي شغل بالاذن.
موفق. في شيء؟ كان بالتحقيق. رجعوا شكوا فيه؟ صار شغلات جديدة عم يضايقوه ويضغطوا عليه. بس أكيد ما عليه شيء. إن شاء الله. بجوز أنا ما أكون بعرف الأسامي قد ما أنت بتعرفه. بس بعرف منيح إنه مستحيل يأذي نملة. أنا ما قلت غير هيك. سامي انحط بظرف مش سهل أبداً. يعني لو أنا انحطيت فيه ما بعرف شو كنت بعمل. تقتل؟ مش هذا المقصود لينا. يعني مش كل شخص عمل جريمة قتل يعني هو حدا عدواني ومجرم. مرات الإنسان بينحط بظروف تجبره يعمل أشياء مش هو ما بتشبهه. وهيدا مش رأيي الشخصي. يعني كرمال هيك في أحكام تخفيفية بالقانون. بس سامي ما بيعملها. إذا زعجك كلامي أنا بعتذر. أنا قلت رأيي لأنه بحبه كتير لسامي. لينا أنا وسامي عشرة عمر. وأنا لحد هاللحظة ما بتمنى أكثر من إنه نرجع أصحاب. شو عم تعمل هون؟ إن شاء الله بتسلمي. العمر إلك. شو؟ ما رح تخليني فوت؟ كريم العيلة كلها جوا. شو عم تعمل هون؟ أي عيلة؟ شو أي عيلة؟ عيلة بيي اليوم العزا إلهم من الصبح هون. من هلأ؟ كريم شو بدك؟ طب خلص روقي ما بدها تعصيب هالقد. جبت لك هودي معي شوية مصاري قلت بتكوني عايزتيهم. اليوم في عزا ومصاريف. ما فيي آخذهم هلأ. وأنا ما فيني رجعهم معي. جبت لك إياهم وأكيد عندك محل جوا حتى تخبيهم فيه. خدي. أي ساعة العزم؟ بعد الظهر. طيب أنا رح أجرب أمرق. إذا حسيتي حالك بحاجة لأي شيء تغري حكيني. باي. صح النوم؟ بعتذر منك، ما بعرف كيف خفيت. مش مشكلة جربت وعيك بس شكلك كنت كتير تعبان. العائلة ممكن توصل بأي لحظة. أكيد. هلأ بدي أمشي لازم. دخلك كريم ضايقك بشي؟ لا بس هلأ قطع يعزيني قبل ما يروح على الشغل وكان عندي كم غرض عنده بعد من وقت ما كنا مصاحبين وطلبتهم من قبل بس هلأ لجيبهم. على كل إن إذا ضايقك أو إذا احتجتي شيء أنت يعني أنا موجود. يعني ما عندي كتير خيارات فأكيد رح أحكيك. ممكن أعزبك بكباية مي قبل ما أمشي؟ أكيد. الو كيفك سمر؟ اجاد ليه ما نمت بالبيت؟ وعيت ما لقيت حالي الا على الكرسي. بينا عم اشتغل انا وناجي كل الليل. الو عم تسمعيني سمر؟
اي معك. جاية؟ لا كمان اليوم عندي شغل كل النهار وراح اطلب اكل على المكتب. اوكي باي. ليش سكتي؟ بحضر تي في. كيف النادي؟ منيح. وقعت العقد مع عامر؟ امبارح وقعته. مبروك. شغل جديد وعقد جديد ومصاري كتير، هيك بتكون مبسوط. ليش هيك عم تحكي؟ يمكن هذا القرار كان لازم تشاركني فيه. ومن امتى؟ بده وقت فرح، بده وقت. أكيد سامي في شي تغير جواته. ما تفكر إنه رح يرجع كل شي بكبسة زر مثل ما كان. حكي معك شي؟ أنا ما حكيت معه. شو نسيتي كيف فجرتي بوجهي قدام أمك هديك المرة؟ خلص أنا ما بقى أتدخل بيناتكم. وأنا هلا عم قلك إنه بدي إياك تساعديني. سامي بيوثق فيك كثير وبيسمع لك. على القليل فهمي منه شو حاسس أو شو عم يفكر. مع إني أخذي قرار إنه ما أتدخل فيكم حتى لو نتفتوا بعض، بس أوكي رح أحكي. بعد شغلة نور. بدي إياك تظبطي القصص بينك وبين فؤاد. إلا هيدا الشيء. فيك تطلبي مني اللي بدك اياه الا هذا الشيء، ما قلي جليتو. كم مره بدي اقول لك نحن عائله وبتعرفي انه ما بيصير هيك ابدا. والدم ما بيصير معي وبلا بلا بلي وبلا بلا بلا وهالقصص اوكي، بس خينا واحد اصغر انت رح تفهمي ما بدي يكون الي علاقه فيه. يي مش مزبوط هيك. فؤاد مغير كثير وعقلان، وبركي اذا حس انه في عائله حواليه بيتغير اكثر. ما لازم نتركه. سيريني بس لو شي مره بحياتك. كيف شغلك؟ منيح تمام. بركي بتلاقي شغل عن قريب بشي مطرح احسن. شو؟ ليه؟ ما فهمت. انا كثير مرتاحه بالشغل. بعدين ما تخافي كريم ما عم بيقرب علي وعم بيحكي معي بس على الرسمه، هذا غير انه عامر حدا كثير لذيذ ومحترم وكلهم بيعرفوا انه جاي من قبله وكثير مغنجه. كثير مبسوطه. تاخرت. مرات الشغل عملت شوية حسابات. قبل نتعشى سوا. عم فكر ارجع على الجامعة. انه ما بعتقد فيه كمل تدريب رأس، اكيد حيجي نهار وحياتها. برافو. ليه لا؟ وبركي بعد شي سنة منجيب ولد تاني هيك شادي بصير عنده خي. بس يكبر شوي بركي بشتغل بشي محطة بقدم برنامج رقص أو ما بعرف إنه حيالله شي من هالنوع في يضل عم برقص كهواية.
كمان حلو. عم تفكري صح. ضيمي أنا شبعت. ساعتين. حتنام؟ عندي شغل بكرة بكير. أنا بقدر كل شيء عم تعمليه. أنا بعدني بحبك. بس تعطيني شوية وقت. بس أنا بحاجة لإلك هالفترة. أنا حدك. هلا فينا نقول إنه سامي كلف جوزة لندى كرمال يقتل عامر وفرح. ندى عرفت بالموضوع صارت تسحب منه مصاري كرمال تسكت. طيب ليش ما قتلوا العامر برصاصة؟ ما شفت منظره بالفيديو كيف كان؟ ما مبين زلمة بيتعاطى مخدرات. شايف عامر ملقوح بالأرض فكروا ميت. وانت ليش مبين هيك تعبان؟ ماني نايم منيح امبارح. أكيد منك نايم منيح. ليش هيك عم بتقول؟ لأنه اتصلت في سمر عم تسألني عنك. شو قلت لها؟ قلت لها بعده المكتب عم بيشتغل ما بعرف إذا نام هونيك. إمتى رجعت؟ ما رجعت. يا زلمة يا زلمة وقت بيكون عندك هيك شغلات تبقى خبرني. ما في شيء من عم تفكر فيه. شو القصة؟ ما في ولا قصة ولا شيء. المهم قلت لها لسمر انه تاخرنا انا وياك بالشغل ونمت هون على الكرسي. الو امتى فينا نلتقى؟ مين اللي صار ضماني انه ما رح تحكي؟ ايه طبعا ضماني. قلت لك البنت تورطت بجريمة قتل. بتعرف شو يعني جريمة قتل بالنسبة لوحدة مزوجة وعندها ولد صغير؟ يعني مستحيل تفتح تما بيعرف. ما بدك. أنا رح أعتبر الموضوع منت. بس لازم تعرف إنه بطلت عامر الباشا اللي كنا نعرفه. بس المشكلة إنه المعلم بحبك كتير. بس عملته اسمه عصيان. يعني توقع أي شيء. هول فواتير الكهرباء والمي. حطيهم عندك، أنا أبعت حدا يدفعهم. فت بدي أتروق و فتحت البراد لجيب لبنه لقيته فاضي. بدك امرق اعمل شوبينج ولا انت بتعملي؟ ما بتفرق، اللي بيريحك. حلو الفستان، جديد؟ هيدا؟ لا صار له زمان عندي. حاطين صورنا باطلاق المشروع الجديد. انا وعامر. فرح فرح شفتيها زبطت؟ كثير منيحة برافو. Thank you.
طريقه لك على مدريد. رح اطلع معك زبط لك امورك هنيك وبرجع انا بصفي اموري وبلحقك. انت اكيد جنيت نهار بتمنعني اسافر مع جوزي ونهار بدك نسافر سوا. شو مفكرني؟ لعبة بين ايديك؟ ورح نطلع نعيش برا. اللي ناسيني هيك وعندي صاحب فاتح انا وياه مشروع. خلص ما بقى تسمع شيء، ما بقى تحكي ولا كلمة. فرح فرح أنا وإنتي لازم نترك البلد بأسرع وقت. أنا ماني رايحة معك لمحل. بدهم يخلصوا منك بأي طريقة وبأسرع وقت. وافقوا على الضمانات اللي اعطيتهم اياها. انا كل اللي عم اعمله هلا اني ضيع وقت بس معهم. فرح هدول ما رح يوافقوا انك تضلي عايشه، فهميني. شو هيك الشغله؟ ببساطة بهالبساطة. كيف وصلت لهون؟ أنت كيف وصلت لهون؟ أنا ماني رايحة معك لمحل وما بدي كمل حياتي معك وأكيد ما رح أترك ابني. شادي ابني ابني وأنا بعرف كيف بحميه. لازم تطلعي برا البلد، لازم تغيبي عن عينون. فرح انتي ميتة ميتة، حاولت كتير انك ما توصلي لهون بس ما قدرت ما قدرت. انا ما فيني خليك تموتي. بس ما بدي سافر. ما رح تموتي وبدك تسافري. أعطي حالك فرصة فرح، أعطينا فرصة. المهم نضل مع بعض. يمكن قبل ما كان في شيء بدنا نتمنيه غير إنه نكون مع بعض، بس مش هيك. ليش من بعد كل شي اللي صار؟ بترجاكي فرح، هاي أول مرة عم بترجاكي. بترجاكي ما في وقت. وثقي فيني بس هاي المرة. عندي حل تاني.
شو صار معك امبارح؟ بشو؟ مع سمر. لا لا ما سألت شيء. ها منيح لكن. ما بعتقد كثير منيح، الله يستر. ألو. شو؟ طيب طيب. جاي لعندك هلا يلا باي. شو في؟ معقول قصة فيها حب وخيانة يكون فيها هالقد موت؟ كيفك طن صباح؟ أهلين. أهلين كريم. طمنيني. إن شاء الله في شيء جديد. لا والله بعدنا على ما نحن. يعطيك العافية. عم تتعب كثير بين شادي وعامر هون. لا لا اطمن أنا منيح. شادي ولد عاقل وهادي كثير. حبيب قلبي. إيه عامر بعمره كان مجنني. ايه على اساس هو لما كبر عقل يعني. لا والله. لينا ما عادت اجت زارته ورفعت عليه دعوة طلاق. دريت؟ ايه سمعت بهالشيء. كنان حبيبي صار يضيق خلقه لما جيبوا له رفقاته لعامر بالشغل يلي كان يطلوا أول فترة. هلأ بطل حدا منهم يتصل ويسألني كيفه. بالشغل دايماً بيسألوني عنه. بس أنت بتعرفي هموم الناس ومشاكلها ومشاغلها. والقصة صار لها فترة. إيه حق معك. طن صباح إذا اعتزتي أي شيء ما توفريني. أنت بتعرفي محبتكم وقيمتكم عندي. يعني اعتبريني محل عامر هلا. والله بعرف. طيب أنا صار لازم أمشي. بدك وصلك شي مطرح؟ لا قعدي كمان شوي. يلا باي. الله معك. كريم؟ نعم. شكرا كثير لزيارتك. ولو طن صباح، شو هالحكي هيدا؟ عامر مش بس شريكي، عامر مثل خيي واكثر.